في القرن العشرين دخل إلى تطوان 1913، ودخل الجيش الإسباني نفسه إلى شفشاون 1920. أحببنا أو كرهنا، نحن مدينون للاستعمار الإسباني، أنه على الأقل هو من بدأ عملية تتمين القصابة. المتحف كان داخل القصابة، بدا في 1985 واستمر حتى 2014. نحن نتواجد بالقصبة الأثرية لمدينة شفشاون التي تعد النواة الأولى للمدينة. أسسها الأمير مولاي علي بن راشد، وهو من حفادة مولاي عبد السلام بن مشيش، سنة 876 هجرية الموافق ل 1471 ميلادية. أسسها لتكون دار الإمارة أو دار المخزن، بمعنى أنها تضم أسرته الحاكمة وأبنائه، فيما بعد أصبحت دار قياد المنطقة غمارة. التأسيس ديالها بسبب الغزو الإيبيري خصوصا البرتغالي للسواحل المغربية، واحتلالهم لسبتة سنة 1414، لطنجة وأصيلة سنة 1471، وقبل ذلك القصر الصغير 1458. وبالتالي جاء تأسيس القصبة للدفاع عن الثغور الشمالية المحتلة من طرف البرتغاليين. جميع السواحل المغربية آنذاك، المتوسطية والأطلسية في الشمال الغربي، كانت قد احتلت، ولم يتعود هناك منطقة ساحلية. تطوان تم تدميرها، القصر الصغير تم احتلالها، وبالتالي كانت شفشاون هي نقطة الانطلاقة لجمع سكان هذه القبائل والدفاع عن المنطقة. إن المدينة الإسلامية غالبا حينما كانت تبنى، كانت تبنى أولا بهدف الحصانة، بهدف القرب من منبع الماء والقرب من مناطق الرعي أو الغابات. كان لابد أن تتوفر هذه المعايير لبناء مدينة إسلامية. هناك أولا السياق التاريخي العام للمنطقة الذي عرف الاحتلال البرتغالي للثغور الشمالية أولا. هناك ثانيا السياق الجغرافي لهذه المنطقة شفشاون وقربها من الجبال، وبالتالي للتمتع بالحماية الطبيعية أكثر، لأن يعني شفشاون الأولى لم تكن على الضفة اليسرى اليمنى عفوا لنهر راس الماء، وإنما كانت على الضفة اليسرى. كان بدأ ابن عمي مولاي علي بن راشد، ابن عمي الحسن بن أبي جمعة، ولأن الحسن بن أبي جمعة قتل محروقا في قرية الخروب، ارتأى ابن عمه أن ينقل المدينة من العدوة اليسرى إلى اليمنى، أولا للاستفادة من المجال الجغرافي من الحصانة الطبيعية، ثانيا من القرب من الماء، من منبع الماء اللي هو رأس الماء. ما قبل مولاي علي بن راشد
هناك اشارات طبعا في الفتره الاسلاميه، انما اقليم شفشاون تتواجد بمواقع اثريه ومعالم تاريخيه تعود الى فتره ما قبل القرن الخامس عشر الميلادي. هناك مثلا ترغوات قساس كانت مرسيين مهمين في العهد الادريسي في القرن التاسع وفي عهد الدوله الموحديه بالضبط. مسجد الترغى الحالي الذي يوجد في جامعه تيزكان يعود الى الفتره الموحديه ما بين القرنين 11 و13. لان هذه المنطقه منطقه شفشاون كانت منطقه عبور الى الاندلس، وبالتالي كان الساحل اقليم مهم للعبور دائما نحو الاندلس. ولكن حينما احتل البرتغال الساحل كان لابد من المغاربه ان يتراجعوا الى الوراء الى الجبل. ما قبل الزمن الاسلامي يعني الفتره الرومانيه، سنتحدث عن المواقع الرومانيه، موقع تامودة مثلا الذي يعني يتموقع على نهر تامودة الذي أطلق عليه الرومان آنذاك نهر تامودة. ولكن الرومان في الساحل المتوسطي فضلوا البقاء على الساحل لأن المنطقة أولا جبلية، ثانيا مجال جغرافي صعب، ثالثا الغابات، كانت هذه المنطقة كلها تغطيها الغابات. إذا كان الاستعمار الإسباني مثلا في القرن العشرين لكي يصل من تطوان إلى شفشاون، دخل إلى تطوان 1913، ودخل الجيش الإسباني نفسه إلى شفشاون 1920. يعني المسافة الرابطة ما بين شفشاون وتطوان 60 كيلومتر، 7 سنوات. بابتازة على بعد 26 كيلومتر، دخل لها في 1922. المجال الجغرافي والعامل البشري كان مهم في وقف التطور الزحف الإسباني في الخصوص في هذه المنطقة. أحببنا أو كرهنا، نحن مدينون للاستعمار الإسباني أنه على الأقل هو من بدأ عملية تتمين القصبة بعد 1920. صحيح أنه استغلها في البداية كتكنة عسكرية، الإسبان لم يجدوا تكنة عسكرية أو فضاء لجمع قواتي العسكرية هنا في شفشاون، وبالتالي استغلها هذه القصبة وهذه الحديقة بالضبط هي التي وضع فيها 10,000 جندي التي دخل بها إلى مدينة شفشاون، هو الذي فتح البوابة التي أصبحت رئيسية للقصبة. في سنوات الأربعين وهو أيضا الذي هدم ثلث القصبة لبناء أوتيل بارادور وغيره، وهو في الأربعينات الذي قام بتهيئة حديقة القصبة على غرار حديقة جنان العريف، بل وجلب محافظ حدائق جنان العريف ليضع تصميما مشابها إلى حد ما لحدائق جنان العريف في غرناطة. وكان إسبانيا فرانسيسكو مورينو، المهندس فرانسيسكو مورينو كان مهندس ومحافظ الحدائق التاريخية. بعد الاستقلال تغير الوضع للأسف، أصبح للأسف لأن أصبحت القصبة سوقا أسبوعيا، كل ما كسبناه من تراكمات في فترة الحماية يعني في لحظة معينة غياب مدبر للمعالم التاريخية، ولأن كانت فترة انتقالية بين شمال المغرب ووسطه، كانت صعوبة أن تدبير المواقع الأثرية والمعالم التاريخية بسرعة،
فتم تحويل القصبة إلى سوق أسبوعي. في الثمانينيات قامت وزارة الثقافة بتفويت جزء من المعلمة، وأنا ذاك خلقت وزارة الثقافة المتحف الإثنوغرافي سنة 1985. أحدثت رواق السيدة الحرة للعروض التشكيلية، أحدثت سنة 1991 مركز الدراسات والأبحاث الأندلسية، قامت في 2002-2003 بترميم عام للقصبة، 2004-2005 بتهيئة مسرح هواء الطلق في القصبة، ناهيك عن عملية الصيانة الدورية بكل سنة. بالتالي المسلسل الحقيقي بدأ في الثمانينات. الآن القصبة هي أهم مزار سياحي للسياحة الثقافية بمدينة شفشاون، بل بإقليم شفشاون، ونحن الثاني على مستوى جهة طنجة تطوان بحسب المداخيل بعد متحف القصبة بطنجة. نستقبل سنويا ما يقدر ما بين 100,000 و 150,000 سائح، بينهم مغاربة وأجانب. قبل 2008-2009 الأزمة الاقتصادية كان أكثر من نصف السياح كانوا إسبان، كانت السوق الإسبانية هي السوق الأولى، ولكن بعد الأزمة الاقتصادية عوضتها السوق الوطنية والسوق الأنجلوسكسونية، وبالتالي بدأنا نرى سياح أنجلوسكسونيين وآخرين قادمين من الصين، من كوريا الجنوبية، من اليابان، من الهند، من نيوزيلندا، من دول بعيدة جدا عن المغرب تأتي إلى شفشاون. المتحف كان داخل القصبة، بدأ في 1985 واستمر حتى 2014. هذا المتحف كان كيعرض مجموعات متحفية خاصة بقبائل المنطقة اللي هما الخماس، غمارة وغزاوة، هذه هي أهم مكونات قبلية في المنطقة. قبائل أمازيغية تعربت. قبيلة كان عندها واحد المهارات ودرايات مختلفة في الزاي، في الخزف، في الحولي، يعني كانت كل قبيلة كتميز بشي حوايج على الأخرى. كان المتحف كيعرض هاد التحف، وكان كيعرض تحف خاصة بالزواج التقليدي، بدليل مثلا كانت عندنا واحد البوجة اللي هي عمارية العروسة، كان جميع البنات السائحات المغربيات كيجيو يجلسوا فيها، يعني ولات هذيك التحفة تربط علاقة عاطفية مع السائح. كاين واحد المسألة تاريخية مهمة، مولاي بن راشد مؤسس شفشاون كانت الزوجة ديالو إسبانية واعتنقت الإسلام، وهي الأم ديال السيدة الحرة. السائح الأوروبي أيا كان قبل ما كيجي لواحد المعلمة كيقرأ عليها، السائح الإسباني ما كيجي عنده قصبات إسلامية مغربية عندها نفس النمط المعماري في مالاقا، في قاديس، بالتالي تيشوفها هادي بحالها. اتفاقية شراكة كانت ما بين وزارة الثقافة وحكومة الأندلس، وزارة الثقافة في حكومة الأندلس، واستفدوا مجموعة الأطر المغربية بدورات تكوينية تما في إشبيلية، في غرناطة،
انا منهم، من الناس اللي شارك اللي استفدت في 2012 في واحد الدوره تكوينيه في مركب الاتاري والتاريخي ديال الغرناطه. كان التكوين لان هما من يعني الجانب الاسباني عندهم مثلا معاد ديال التراث الاندلسي، الاثار الاندلسي في اشبيليا، عندهم امكانيات اكثر، عندهم مواقع اثريه كتمتع باستقلاليه ذاتيه اكثر، يعني هما التجربه ديالهم رائده، خصوصا ان تقريبا النص ديال السياح اللي في اسبانيا كيمشيو للاندلس، وسبب المعالم التاريخيه الاسلاميه اللي بناوها المغاربه والمسلمين وغيرهم.